أخبار المهرية باختصار. رئيس مجلس النواب سلطان البركاني يصل الرياض تزامنا مع استمرار المشاورات السعودية الحوثية برعاية عمانية. البركاني سيلتقي مسؤولين سعوديين للحديث حول مجريات المشاورات التي تغيب عنها الشرعية. مصدر دبلوماسي يكشف عتم تلقي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي دعوة أمريكية أو أممية كما يروج. المصدر أشار إلى أن زبيدي سافر إلى نيويورك باعتباره أحد أعضاء وفد اليمن المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحوثيون يواصلون اختطاف مدير أحد المستشفيات الأهلية بمحافظة إب منذ قرابة شهر في أحد سجونها بصنعاء. الميليشيا اختطفت مدير مستشفى البدر إبراهيم حروس لأسباب كيدية متعلقة بتهم ملفقة. مانشستر سيتي يقرر تأجيل محادثات تجديد عقد اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين بسبب معاناته من الإصابة. دي بروين خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة وسيغيب إثر هذه الإصابة حتى نهاية العام الجاري. مراهق بريطاني يتحول إلى مليونير بين عشية وضحاها بعد أن تم تحويل 11 مليون دولار إلى حسابه عن طريق الخطأ. الفتى استيقظ على رسالة بوصول هذا المبلغ وأراد في حينها شراء سيارة بورش قبل أن يحذره أهله والبنك من التصرف بالأموال. إلى اللقاء باختصار آخر.